أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نناقش فن جديد ظهر إلى التصميم، وطبعا بدأ ينتشر بشكل واسع ومميز. هذا الفن اسمه Circular Pixel Effect. Circular المقصود به أنه تأثير البكسلات تكون على شكل دائرة، يعني إذا لاحظ أنه هذه البكسلات هي نفسها مأخوذة من الجسم وطبعا محوليها على شكل دائرة، طبعا تعطينا تأثير جميل ولطيف وإفكت مناسب. وطبعا هذا الفن بدأ ينتشر بها السوشيال ميديا وبالتأثيرات صور البورتري. أيضا طبعا هو فن رائع وجميل، مثل ما نلاحظ أنه هذه الصورة التأثير السيركولر بيكسل هنا منطينا لمسة جميلة ورائعة للصورة. وطبعا إذا لاحظ أنه الألوان دائما تؤخذ من نفس ألوان الملابس أو ألوان الجسم، وطبعا مو باللازم تكون يعني سيركولر دائرة، ممكن تكون نصف دائرة، ممكن ربع دائرة، يعني مو باللازم يكون دائرة، ولكن هو اسمه سيركولر بيكسل. أيضا هنا عندنا طبعا على شكل أقواس، يعني مثلا ممكن بهذه المنطقة عندنا هنا أقواس، هنا أقواس، عندنا هنا دائرة، أيضا يعطينا لمسات جميلة ورائعة بالتصميم. مثل ما نلاحظ هنا طبعا عندنا خط، يعني وليس دائرة بشكل خطي، ولكن معطينا إفكت رائع جدا وحركة قوية بالصورة. أيضا هنا عندنا جزء خط جزئي وأيضا جميل، ويعطينا إفكت وموشن جميل بالصورة. وهكذا طبعا إذا لاحظ هنا أيضا مقطوع من الأسفل ومكمل الملابس أو التنورة، معطينا لمسة جميلة. طبعا أيضا مو شرط يعني للبشر، ممكن يكون يعني النباتات، ممكن الحيوانات، ممكن يكون لأشياء معينة. أيضا هنا عندنا طبعا قطع نصفي بالأعلى وقطع نصفي بالأسفل، وطبعا عندنا هنا سيركولر بالمنتصف، أيضا تأثير جميل. مثل ما نلاحظ هنا أيضا عندنا تأثير رائع وجميل. هنا أيضا عندنا طبعا لي الأحذية، مطينا الإفكت والموشن، طبعا منطي انطباع جميل ورائع. ايضا هنا عندنا نفس الصورة مسويها يعني معكوسة بالاعلى وبالاسفل، وصاير على شكل علامة اس او استفهام، يعني ممكن تأثير لطيف وجميل. ايضا هنا على شكل خط مائل بزاوية معينة يعطينا موشن للصورة. ايضا اذا بحثنا بالانترنت كتبنا مثلا circular pixel effect، لاحظ انه هنالك أمثلة كثيرة جدا بإمكاننا أن نطلع عليها ونتعرف على هذا الفن. طبعا مثل ما لاحظ فن جميل ورائع وطبعا لطيف. راح نشتغل هذه الصورة، هي نفس الطريقة كلهن ذني بنفس الفكرة، راح نعمل هذه الصورة حتى تتعرفون أنه كيف يتم عمل هذا الفن بالفوتوشوب. طبعا هذه الصورة هي اللي راح نستخدمها بالتصميم. ضروري جدا نفصل الشخصية عن الخلفية، طبعا الفصل يا اما يكون بالبين تول، يا اما بأداة مثلا البراش او الماجيك، ممكن أداة الكويك سيلكشن، يعني هنالك طرق عديدة للفصل. وطبعا اختصارا للوقت، الصورة مفصولة، انا فصلتها وانتم بإمكانكم تفصلون أي صورة بطرق عديدة وسهلة، وضحناها في إحدى المحاضرات السابقة. طيب هذه هي الصورة بعد ما تم فصلها. راح نوسع الباكجراوند، ممكن راح نخليها تكون مربعة بهذه الطريقة. جيد، الآن راح أضيف شكل مثلا مستطيل هذا الشكل، وطبعا راح نطي لون مثلا لون بيجي. ممكن افتح ممكن بهذا الشكل بهذا اللون. جيد، الفكرة شنو؟ الفكرة نأخذ شريحة من منتصف الشخصية، يعني انا هذه الشخصية خلينا نقول مثلا هذه منتصفها، فاجي اخذ شريحة من هنا الى هذه المنتصف. طبعا اذا اجي اخذ شريحة هيك افقية، هاي الشريحة راح تطلع لي فراغ،
طيب شنو فائدة الشريحة؟ هي نفس الشريحة اللي راح أخذها راح يكرر لي إياها ويفر لي إياها على شكل دائرة. طيب هنا أنا عندي فراغ راح يفر لي الفراغ وبالتالي يكون شكله مو جميل. فراح أجي أخذ شريحة منها وشريحة منها وأدمجهن يكونن شريحة واحدة. طيب شنو يعني؟ سهلة جدا. أجي إلى أداة البين تول مثلا أو ممكن أي أداة، مثلا نجي هنا ناخذ شريحة مثلا بهذه المنطقة واجي احدد صورة الشخصية واضغط كليك ايمن على هذا التحديد واختار Transform Selection، وطبعا اجي اسحب الشريحة، طبعا الشريحة يعني سميكة ممكن تكون ارفع، وطبعا اميلها بزاوية معينة، طبعا تكون مثلا بهذه المنطقة، طبعا راح تكون منها بهذه المنطقة، ممكن اضغط على كنترول واخليها تكون بهذه المنطقة. طيب راح اضغط على علامة الصح، وطبعا من edit copy وطبعا كنترول في او بيست، هذه الشريحة اللي اخذتها راح اعزلها على صفحة، وراح اسحب مسطرة هذه المنطقة وراح اخليها تكون مستقيمة بنفس المسطرة يعني حتى تكون صحيحة. ممتاز. طبعا اخذت شريحة منها، راح اخذ شريحة منها بنفس الطريقة، اجي اسحب هذا الشكل واخليها بهذه المنطقة، كليك ايمن عليها وطبعا Transform Selection، طبعا اضغط على Control ممكن واخليها هنا هذا الشكل، وطبعا ممكن اصغر السلايس ممكن بهذا الشكل، اضغط على علامة الصح، وطبعا اجي الى edit وطبعا copy، طبعا لابد انه احدد الطبقة الاصلية، edit copy edit paste، هذه الشريحة اصبحت جاهزة. ايضا راح اجي اميلها بحيث تكون مستقيمة بهذا الشكل، ضروري جدا انه يعني يتصلن مع بعض الشريحتين. جيد. الان اذا الاحظ انه الشريحتين يعني ما متساويات، يمكن انه اساويهن يعني احدد على الطبقة الثانية واساويهن بهذه الطريقة، ممكن طبعا اوسعهن حتى يتساون بهذا الشكل، طبعا اصبح عندي قطعة واحدة. راح اصغر العرض وطبعا الشريحة الثانية راح اقطعها من هنا بهذه المنطقة ديليت. جيد. الان الشريحتين راح احددهن، وطبعا اضغط على كنترول اي او كليك ايمن واختار مرج لاير حتى يصيرن طبقة واحدة. جيد. طبعا ممكن اخفي الشخصية، اخلي يعني هذه الطبقة او الشريحة اخليها بالمنتصف واجي اسحبها الى اليمين واسحبها الى اليسار بهذا الشكل، بحيث تكون بهذه الطريقة، طبعا طبعا لا بأس انه اسحبها بهذه المنطقة، واجي اقطعها بشكل يعني تكون يعني اقطع الحواف هذه الزائدة ديليت، واجي اقطعها من هنا ايضا ديليت بهذا الشكل، واجي اسحبها الى ان توصل، او مثلا ممكن ارجع يعني حتى اتاكد انه الاجزاء محذوفه، اجي اخذها بس هذه فقط وطبعا كنترول اكس واحذف الطبقه يعني الاصليه ديليت، كنترول في بهذا الشكل، وطبعا راح اسحبها الى النهايه بهذا الشكل. جيد. بعد ما اخذت شريحه هذه الشريحة سحبتها صارت عندي بهذه الطريقة. الآن راح أحول هذه الشريحة من خطية إلى دائرية، طبعا من خلال فلتر، طبعا لابد أنا محدد الشريحة فلتر، وأجي إلى ديستورت وأختار بولار كواردنت، وطبعا بهذا الشكل، طبعا عندي كبير أجي أصغرها
هذا الشكل. الآن عندي جميل. أيضا ممكن نختار هذا الجزء، أعرف نفس على هذا الجزء. جيد، الآن راح أجي إلى أوكي وأنتظر شوية. لاحظ أنه أصبحت عندي الشريحة بهذا الشكل، ممتاز. طبعا بإمكاني أنه أدورها بأي يعني طريقة، وبإمكاني أيضا أنه أتحكم بالعرض بهذا الشكل. طيب أصبحت عندي الشريحة جاهزة ومدورة. الآن راح أخلي الشريحة، طبقة الشريحة أسفل طبقة الشخصية هذا الشكل، وراح أجي يعني أضيف ماسك لطبقة الشريحة بهذا الشكل. وطبعا أجي إلى أداة البراش، أتأكد أنه الماسك باللون الأسود هذا الشكل، وطبعا أجي أحذف بالبراش بالماسك، نجي نحذف بهذه المنطقة. بهذا الشكل إذا لاحظ أصبح عندي التصميم بهذه الطريقة. العملية سهلة جدا وبسيطة، مجرد ناخذ شريحة وهذه الشريحة نكملها لأن تكون بشكل شريطي، وهذا الشريط من خلال فلتر ديستورت نختار بولار كواردنت حتى نحوله إلى دائري. هذه هي الفكرة باختصار وبكل سهولة. الفكرة سهلة جدا بسيطة ولكن مهمة، وتعطينا رونق جميل بالصور. إن شاء الله تكون هذه هي المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.